تحياتي ليكم اعزائي المشاهدين وتحياتي لكل مشاهدي برنامج الزمالك اليوم ومن داخل نادي الزمالك تحديدا بعد الافطار اللي اقامه النهارده رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور حضور البعثة نادي نهضة بركان المغربي. يسعدنا ويشرفنا طبعا في هذه اللحظات ان يكون معانا نائب رئيس نادي نهضة بركان ورئيس البعثة النهارده الاستاذ عبد المجيد مدران. استاذ عبد المجيد مرحب بيك في برنامج الزمالك اليوم ومنورنا النهارده برنامج الزمالك اليوم. استاذ عبد المجيد شكرا. انا قبل كل شيء صراحة لقد انتصر علينا الزمالك في مقابلة الكرم وأنا بهذا المنبر أقول للسيد مرتضى نحن يعني خلانا نحس أننا في بلدنا مصر العزيز علينا وأنه يعني أن كرة القدم جسر للمحبة والصداقة والأخوة والتواصل والأخلاق وإحنا يعني جد فرحين وجد يعني مبتهجين أنه يعني هذه الحفاوة اللي يعني خلتنا يعني صراحة ما بقيناش نفكروا في المقابلة يوم الأحد. شوف النهارده كان استقبال حافل جميع اعضاء مجلس الاداره والنائب الاستاذ احمد كلش من الاستاذ منصور احمد كلش ومشاعر طيبه النهارده من الجانب المصري لاتجاه حضراتكم. انا قلت انا كما قلت عاود اشكر وان الحمد لله يعني البيت الشعري اللي معروف هو اذا انت اكرمت الكريم ملكته واذا انت اكرمت اللئيم تمرد. احنا تعاملنا في المساحة الصدر الاول احنا كرام، الصدر الثاني ماشي ما بين الزمالك وبين هذا يعني البيت يعني الاخر لا يعني لا يجوز. احنا كرماء وبنحب الكرم والناس ديال الزمالك كانوا كرماء والاهم ان الكرة القدم تحسم في الـ في الـ في الـ في الملعب في الميدان وان 22 لاعب هما اللي يكونوا الممثلين يعني اللي هو يعني انجع واوفر حظ هو اللي انتصر. وحنا الى انتصر زمالك نمشي نحيي مرتضى ولا انتصر نفسي يجي يحييني. يعني احنا استقبلنا استقبال حافل جدا في ما من قبل نادي نهضة بركان وفي وجدة ودايما لما احنا بنروح المغرب بصراحه الناس كلهم محترمين يعني من افضل الناس اللي انا شفتهم في حياتي فاحنا بالعكس بنرد جميل ليهم وده مقام نادي الزمالك في افريقيا. دول اشقاء في بلدهم مش في بلد تانية يعني مش دي بلدهم التانية دي تعتبر بلدهم الاولانيه فيعني مرحبين بيهم ودي بلدهم وان شاء الله يكسب الافضل واتمنى الخير ان شاء الله. استاذ احمد بقى اخيرا ان شاء الله الاستعدادات شايف عمليه بعت التذاكر ماشيه ازاي؟ شايف حضور الجماهير هيبقى عامل ازاي؟ وتقول ايه للجماهير في هذه المباراه الفاصله ان شاء الله نادي الزمالك يقدر يحصد على لقب الصراحه. يعني هو الجمهور المشكله ان هو احنا عندنا حوالي يعني هنقول 100 مليون زملكاوي دلوقتي لو حطينا كمان الاهلاويه مع الزملكاويه فللاسف هو الاستاد ساعته 70,000 فهو اللي هيخش حوالي 70,000 فمش هنقدر ندخل اكتر. فانا عايز الناس تعذر هي دي منظومه كره القدم هو 70,000. انا شايف تهافت كبير جدا على التذاكر والله كنت اتمنى ادخل الناس كلها بس انا شخصيا لسه ما جبتش تذكرتي بس يعني اكيد استاذ مرتضى هيديني يعني صحيح انا مش موجود معاهم لكن انا بعتبر نفسي جزء من النجاح ده ان شاء الله. الفرقه دي انا كنت مكونها كلها الحمد لله وحتى المدير الفني وكابتن اسماعيل بقى وامين مرتضى بصراحه عاملين مجهود كبير جدا يعني اتمنى ان هي تكمل نجاح لنادي الزمالك ونجاح ليا ونجاح لاخويا ونجاح لوالدي ونجاح لمجلس اداره بالكامل وجماهير محترمه فاتمنى ان ربنا يرزقهم بالبطوله دي وخير ان شاء الله.